كان وزير العدل ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية شريد عبد الله المعشرجي ألقى كلمة بمناسبة افتتاح ندوة مستجدات الفكر الإسلامي، وذكر عن ما حققته وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية من تنظيم المؤتمر الذي وصل إلى نسخته 12، وكان لنا معه هذه الكلمة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كانت الأمة الإسلامية تمتلك في كيانها عناصر البقاء والقوة والنهوض، فهي محفوظة بحفظ الله لها، وجعل فيها كتاباً هادياً محفوظاً من التحريف والتبديل، وسنة مبينة للمحجة البيضاء والنهج الأقوم، وشريعة سمحة سخر لها طائفة من أهل العلم والإيمان جعلهم ظاهرين بالحجة والبرهان، ينهضون بمهمة تجديد معالم الدين وربط حاضر الأمة بماضيها والاجتهاد في إصلاح واقعها والتأسيس لمستقبلها. وبهذه العوامل والأسباب الكونية والقدرية العلمية والعملية امتلكت الأمة سياسة شرعية تقود سفينتها بين الأمواج المتلاطمة بتوازن واعتدال، تراعي فيها المحافظة على المكتسبات الكبرى لأمة الإسلام بتحصيل المصالح وتكميلها ودفع المفاسد وتقليلها، وتبرز معالم رسالتها الخالدة وحضارتها الراشدة من خلال تفاعلها مع الحوادث والنوازل وفق خصائص هويتها ومبادئ قيمها وأخلاقها. واليوم إذ يشهد العالم الإسلامي تقلبات كبيرة وتحولات متسارعة وحوادث جساماً تمثل في مجموعها تحدياً كبيراً للأمة الإسلامية ودولها ومجتمعاتها في أمنها واستقرارها ونهضتها حاضراً ومستقبلاً، نعتقد أن استحضار تلك السياسة الشرعية وتفعيل دورها في المحافظة على كيان المسلمين ودولهم وترشيد العلاقة بين الحكام والمحكومين وإبراز آثارها في الفتوى والدعوة والإصلاح وتوعية الأجيال الصاعدة بأبعادها وآفاقها الرحبة بما يبرز سماحة الشريعة الإسلامية ومرونتها وصلاحها وإصلاحها لكل زمان ومكان، نعتقد أن ذلك كله من واجب الوقت ومن أداء الأمانة وإبراء الذمة والقيام بالمسؤولية. الحضور الكرام، بهذه النظرة الكلية والرؤية الواعية لمفهوم السياسة الشرعية وآثارها، تشرفت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية في دولة الكويت بالدعوة إلى إقامة هذا المؤتمر ليكون مساهمة علمية فاعلة في تناول قضايا السياسة الشرعية ومستجداتها المعاصرة. وإن من بشائر ما نأمله من نجاح المؤتمر وثماره الطيبة إن شاء الله ما وجدناه من اهتمام المشاركين من العلماء والباحثين وبذلهم جهوداً متميزة في الأبحاث التي قدموها وتناولوا فيها أصول وفروع وشعب هذه المادة الشرعية الواسعة على هدي من الكتاب والسنة وبمنهج التوسط والاعتدال الذي شعاره العلم والحق والخير والرحمة. إننا نعتقد جازمين بأن هذا العطاء العلمي والرؤية الشرعية المتزنة من قبل ثلة من أفاضل العلماء والباحثين من دول مختلفة ليمثل رصيداً علمياً مهماً للمستفيدين والمسترشدين والعاملين لعز الإسلام ومجد هذه الأمة والعودة إليه للنهل من معينه وجني ثماره والانتفاع بنتائجه امتثالاً لأمر الله عز وجل بسؤال أهل العلم عن رأيهم في قوله سبحانه وتعالى: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. ذلك لأن المأمول بأهل العلم والإيمان والفقه والاستنباط أن يحكموا في قولهم ودعوتهم ونظرتهم للحوادث المستجدة من خلال كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، ويستنبطوا بقزارة علمهم وثاقب نظرهم
من الأحكام والتوجهات العميقة ما يغفل عنه أكثر الناس، والظن بهم أيضاً تحكمهم في ذلك خشية الله وتقواه، كما قال عز وجل: إنما يخشى الله من عباده العلماء. ويتسع نظرهم وهمهم لمصالح الأمة الكلية العليا، فيرجحونها على المصالح الجزئية الضيقة، ذلك لأن انتماءهم الحقيقي إنما هو للأمة المسلمة بالمفهوم العام للأمة، وبذلك استحقوا أن يكونوا محل الثقة والصدارة والرفعة بين أبنائها، وأن يكونوا أيضاً من أعظم أسباب جمع الكلمة ووحدة الصف ونبذ التفرق، تحقيقاً لقول ربنا سبحانه وتعالى: وأن هذه أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون، وقوله جل شأنه: واعتصموا بحبل الله جميعاً ولا تفرقوا، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداءً فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا، وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها، كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. وختاماً، أسأل الله عز وجل أن يبارك في جهودكم ويكتب لاجتماعكم القبول والنجاح، راجياً من المولى سبحانه وتعالى أن يجمعنا دائماً على الخير لما فيه رفعة وازدهار بلدنا الكويت والأمة الإسلامية، بلدنا الكويت تحت قيادة حضرة صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح وسمو ولي عهده الأمين الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظهما الله ورعاهما، كما نتوجه بجزيل الشكر لكافة الجهود المبذولة من الفرق العاملة واللجان المشاركة، سائلين الله تعالى أن يتقبل تلك الجهود ويكتب لها القبول والسداد، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وله الحمد في الأولى والآخرة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم أيها الأحبة، وكما استمعنا معا لكلمة معالي وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية شريدة المعوشرجي خلال افتتاحه لمؤتمر ندوة مستجدات الفكر الإسلامي في نسخته 12، هذه الكلمة التي تضمنت مفاهيم كثيرة وتضمنت يعني فيها وقفات كثيرة، أكد فيها وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية أن العوامل والأسباب الكونية والعلمية والعملية جعلت الأمة تمتلك سياسة شرعية تقود سفينتها بين الأمواج المتلاطمة بتوازن واعتدال. وبيّن المعشرجي أن العالم الإسلامي يشهد اليوم تقلبات كبيرة وتحولات متسارعة وحوادث جساما تمثل في مجموعها تحديا كبيرا للأمة الإسلامية ودولها ومجتمعاتها في أمنها واستقرارها ونهضتها حاضرا ومستقبلا. نعتقد أن استحضار تلك السياسة الشرعية وتفعيل دورها في المحافظة على كيان المسلمين ودولهم وترشيد العلاقة بين الحاكم والمحكومين بما يبرز سماحة الشريعة الإسلامية ومرونتها وصلاحها وإصلاحها لكل زمان ومكان، نعتقد أن ذلك كله من واجب الوقت ومن أداء الأمانة وإبراء الذمة والقيام بالمسؤولية.